كانت توعية وتحسيس من إرشادات من نصائح اللي كانوا يمدوها عمال الصحة وحتى الأمن وكذا للمواطنين، مثلا من تباعد اجتماعي، من عدم مصافحة، من كل هذه الإرشادات دخلتها في رسوماتي وحاولت أني نوصلها، ولقات يعني لقات صدى كبير من خلال التفاعل، من خلال التعليقات، من خلال حتى البارتاج تاع الناس في مواقع التواصل الاجتماعي. الحملة التحسيسية اللي درتها لمكافحة انتشار وباء كورونا استنتجت ولمست أهمية الرقمية في العمل الفني والصحفي. لماذا؟ لأنه لو تلاحظ أنه هذا الأطباء وعمال الصحة كانوا في سباق مع الزمن. يعني تخيل لو أن رسام عنده أفكار يعني تحسيسية مليحة ولكن يتخذ الطريقة التقليدية في مكافحة هذا الوباء. يعني تخيل وكتاش يوجدوا هذه اللوحات وكتاش يتعرضوا وكتاش يجوا الناس يشوفوهم وكتاش، ولكن الرقمية ألغت كل ذلك وخلاتك أنك وحدك ممكن في دارك وبتليفون تقدر تتواصل مع هذا الفنان وتشوف رسوماته وتوصلك الفكرة التوعية والتحسيس وأنت في دارك. أولا نحيي الفنانين والرسامين كامل ونقول لهم صحة عيدكم، مزيد من التألق والنجاح. وثانيا أنا نخص رسالة تاعي للشباب اللي حابين يدخلوا العالم الرقمنة في الفن، ولكنهم يعني ممكن كما نقولوا احنا ما همش متأكدين من نفسهم ولا عندهم عوائق. أنا نقول باللي الجانب الرقمي فيه جانب كبير من الجمالية ومن التعبير ومن الإبداع. هنالك جمالية كبيرة يجب على الفنان أن يدخل إلى هذا الميدان وأن يكتشفها ويصنعها بنفسه.